عند مشاهدتك لهذه العروض يخيل لك أنك بمكان ترفيهي، إلا أن هذه العروض متواجدة ضمن برنامج معرض الشارقة الدولي للكتاب في استراتيجية تهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من الزوار ومن مختلف الأعمار. الشارقة الدولي للكتاب يخطو خطواته بثبات ليحقق التوازن الثقافي الفكري الإنساني. يشاهد في أروقة المعرض موسيقى المكسيك ضيف الشرف التي توصل من خلال الموسيقى حضارة وثقافة المكسيك إلى زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب. في أول 5 أيام من معرض الشارقة الدولي للكتاب تجاوزنا حاجز 1 مليون زائر. نتوقع هذه السنة نحقق أرقام قياسية جديدة متميزة إن شاء الله، من خلالها نحقق نقلة نوعية للثقافة العربية والإماراتية عموما. شخصيات كرتونية وعروض موسيقية من مختلف الدول لقت إعجابا كبيرا من قبل زوار المعرض. المتجول بأروقة المعرض خاصة العائلات تجد فرصة مزدوجة تسمح لها بالترفيه واقتناء الكتب. عروض جدا رائعة حلوة، أعطتنا الفرصة نتعرف على ثقافات البلاد الأخرى، في نفس الوقت كمان أعطت فرصة للأطفال أنه يترفهوا وأنه يتلهوا في شيء، يعني وخلال إحنا نقدر أن إحنا نقرأ كتب ونتعرف على مجالات أكثر هنا. يعني أنت بتجذب الثقافة من البلدان العالم عن طريق الفولكلور، ما ممكن أنك تأخذها من الكتاب. نعم أنا ممكن أخذها من الكتاب، الكتاب أعطيني إياها، بس مش كل إنسان حيتوجه للكتاب. لما تجيب له إياها لعنده وتفرجي الفعاليات الفولكلورية، هذا شيء جميل جدا، يراها الصغير والكبير، فالكل مهتم بهيك شغلات. في حاجات مثلا للأطفال، لأنه كتب الأطفال مش دايما تحب الكتب، ففي حاجات للأطفال والمسرحيات والفعاليات جميلة، يعني حبيت الوضع. هذه البرامج تسعى إلى الترفيه على الزوار وإظهار مدى التنوع الثقافي الذي يعرفه معرض الشارقة الدولي للكتاب.